كابتن محمد هاني احد ابناء النادي الاهلي المخلصين. كابتن هاني مبروك، مباراه صعبه في اجواء صعبه، ولكن دايما الرهان بيبقى على معدن لعيبه النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، طبعا الحمد لله على التأهل. يعني ماتش صعب جدا وماتشين صعبين جدا، بس الحمد لله كل اللعيبه اللي هنا دي رجاله، وكل اللعيبه عندها مسؤوليه. الحمد لله يعني ربنا كرمنا، وهو ده النادي الاهلي، يعني هو ده الطبيعي. اللي حصل السنه اللي فاتت ده مش طبيعي، يعني كان في ظروف، كان مش متعودين على الاجواء، لكن الحمد لله احنا جينا بقالنا اسبوع في جنوب افريقيا هنا وبنتمرن كل يوم في الجو ده، فالحمد لله تلاقي ان احنا يعني واخدين على الجو شويه غير السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الموضوع كان اصعب شويه يعني، الحمد لله. بس كل اللعيبه اللي هنا رجاله، هو ده النادي الاهلي، اتحط في اي موقف. وهدفنا يعني احنا الحمد لله بناخد مرحله بمرحلتها، بس هدفنا الكبير ان احنا ناخد بطوله، ده هدفنا. ابرز التعليمات اللي قالها لك مستر فايلر مع نزولك جبهه اليمنى اتقفلت تماما، واحمد فتحي ضم العمق الملعب، قفل النادي الاهلي كل المحاور على فريق سان داونز. هو المدرب بتاع سان داونز نزل اللي هو غير الباك ليفت بين الشوطين، الباك ليفت الثاني ده بيهاجم بس، ما كانش بيدافع خالص. بس فمستر فايلر وانا نازل يعني قال لي اقفل الحته دي كويس ودافع كويس في الحته دي، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا احنا نتاهل. يعني توعي جماهير النادي الاهلي بيه؟ طبعا انا بقول لك هدفنا ان احنا ناخد بطوله. انا كنت طلعت قبل كده مع كابتن احمد شوبير وسالني على سان داونز، قال لي انتوا نفسكم تلعبوهم تاني؟ قلت له اه نفسي العبهم تاني، عشان نفسي ان احنا نصعد ونكسبهم تاني في ارضهم وبره ارضهم. فده كان وعد مننا، وان شاء الله الوعد باذن الله ان احنا هدفنا الكبير ان احنا بطوله افريقيا ان شاء الله. اشكرك يا كابتن محمد وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله. شكرا.